من دبي معي دكتور هشام عبد الحكيم، اختصاصي امراض عصبيه، عضو هيئه البورد الامريكي. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور هشام، كل عام وانت بخير. بموضوع الصداع طبعا مرتبط بكثير امور، يعني تحصيل حاصل الصداع برمضان، بس كيف على الاقل ممكن تفادي انه يستمر لساعات طويله بفتره الصيام؟ لا شك مثل ما تفضلتي انه الصداع ياتي من الانسان ياخذ شغلات بشكل مستمر كالقهوه او المدخنين او حتى بعض المرضى اللي بياخذوا ادويه للالم بصير عندهم تنازل الابعاد بنسميه. فهذه المشكله بتصير في الساعات الاولى الصباحيه. هذا الصداع هو تباعد. هلا في النوع الثاني من الصداع هو صداع انخفاض السكر اللي بصير قبل الافطار بساعات. هذا طبعا ينتج عن انخفاض السكر او استجفاف او الارهاق بنقص نقص على ساعات عدد النوم. هذا لا شك هو تنظيم الطعام عند السحور، الاكل وجبات صحيه. ممكن اللي متعود يشرب قهوه مثلا ممكن ياخذ جرعه صغيره من الكافيين حتى يمكن بسحور. بسحور نعم في اول ساعات الصباح، فهذا ممكن يساعد لا شك في تخفيف الصداع على شدته. الهايدريشن السوائل الخاصة عند الصباح جيدة عند السحور، ممتاز كمان يساعد على تخفيف يعني إمكانية طبعا الصداع. المدخنين كمان مشكلة ثانية عندهم، يعني هذه مشكلة كمان صحيح، صعبة. فلا شك هذه الأشياء في في منع يمكن صداع كمان بعد الإفطار للبعض، صحيح دكتور هشام، خاصة لما أوقات الشخص يأكل بعد جوع. لا شك الصداع بعد الطعام هو في حسب نوع الطعام اللي الانسان ياكله. في ممكن الانسان يصير عنده تخمه بياكل اكل زائد بيأكل بنفس بسرعة. الوقت بياكل بسرعه، وبنفس الوقت في بعض طبعا تحسس لبعض الاطعمه. الانسان بياكل في على الافطار اكلات شهيه متعدده قد يكون عنده تحسس لبعض الانواع، لان الصداع ممكن ينجم عن تحسس لبعض الادويه او بعض الاطعمه ممكن ياخذها، فممكن ينتج الصداع الخطر النصفي ممكن نشاهده في هذه المرحله. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا من دبي دكتور هشام عبد الحكيم، اختصاصي أمراض عصبية، عضو هيئة البورد الأمريكي.